أعزائي طلاب التعليم الإلكتروني المدمج، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي، سأقوم بعرض بعض الموضوعات الخاصة بمادة إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية للمستوى الثاني الفصل الدراسي الثاني. التعليمية الأولى بعنوان مفهوم إدارة الأفراد ووظائفها وتنظيمها. مفهوم إدارة الأفراد هي الإدارة التي تهتم بالإشراف على كافة شؤون الأفراد منذ التحاقهم بالخدمة إلى وقت بلوغهم سن الإحالة للمعاش، من ناحية الأنشطة المتعلقة بتوصيف وتقييم الوظائف وتخطيط القوى العاملة والاختيار والتعيين والتدريب وتخطيط وإدارة المسار الوظيفي وبعض نظم الأجور والحوافز وتقييم أداء العاملين وتأتي الظروف في العمل والاهتمام بالجانب السلوكي لكي تحقق الاستقرار في القوى العاملة وزيادة رضاهم عن العمل وبالتالي زيادة الإنتاج. أهداف إدارة الأفراد: تسعى إدارة الأفراد إلى تحقيق الأهداف التالية: توفير العدد المناسب من القوى العاملة، 2 تنمية مهارات الإدارية والفنية للعاملين، 3 صيانة القوى البشرية، 4 تحقيق الرضا بين العاملين والعمل على إجراء التعاون بينهم، 5 محاولة إزالة أسباب المنازعات بين الإدارة والعاملين والمحافظة على استقرار القوى العاملة بالمنظمة، 6 تحقيق المسار المهني السليم، 7 التقييم الموضوعي السليم لأداء الأفراد، 8 تطوير سياسات الأفراد بما يتناسب مع التطورات العالمية. وظائف إدارة الأفراد: 1 توصيف الوظائف، 2 تقييم الوظائف تحديد الأجور، 3 تخطيط القوى العاملة، 4 الاختيار والتعيين، 5 التدريب، 6 تخطيط وإدارة المسار الوظيفي، 7 الأمن الصناعي، 8 تقديم الخدمات للعاملين، 9 علاقات العمل، 10 بحوث الأفراد، 11 انضباط العاملين، 12 نظام معلومات الموارد البشرية. إدارة الأفراد كنظام متكامل تتكون من 5 حاجات: 1 المدخلات، 2 الأنشطة التحويلية، 3 المخرجات، 4 التغذية العكسية، 5 البيئة المحيطة. ناحية المدخلات تتكون من الأفراد، موارد مادية، بيانات، خطط وأهداف، سياسات، تكنولوجيا، نظم وقواعد النظام. أنشطة تحويلية اللي هي إدارية وفنية. الإدارية لها وظائف إدارة التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة. أنشطة فنية اللي هي وظائف إدارة الأفراد بالإضافة لنظام المعلومات ونظم الاتصالات. المخرجات: أداء مرتفع، تجاه مرتفع، دفعية داخلية مرتفعة، رضا وظيفي عالي، دوران عمل منخفض، غياب منخفض، حوادث وإصابات منخفضة، انخفاض الشكاوي، انخفاض الجزاءات، روح معنوية عالية. إذا كان في مشكلات في المخرجات فبترجع تاني يحصل في عملية تعديل، عملية مستمرة. وبنقول إدارة الأفراد يعتبر نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة. تنظيم إدارة الأفراد: طبعا التنظيم بيختلف من منظمة لأخرى، فالمنظمة كانت صغيرة الحجم بيقوم صاحب المنظمة أو كل مدير بوظائف شؤون الأفراد بإدارته وفق قواعد محددة لتوحيد معاملة الأفراد بكل الإدارات. أما في المنظمات المتوسطة فبتخصص قسم، قد يكون قسم لشؤون الأفراد يتبع إدارة الشؤون المالية والإدارية أو تتبع الشؤون الإدارية. في المنشآت الكبيرة بنخصص إدارة متخصصة لوظائف شؤون الأفراد. التنظيم الداخلي بيختلف من منظمة لأخرى حسب حجم المنظمة وعدد العاملين وأهدافها وإمكانياتها وشكلها القانوني ودرجة المركزية واللامركزية المتبعة ومدى الاهتمام التي يوليها المسؤولين للعنصر البشري بالمنظمة. فيما يلي: هيكل تنظيم داخلي لإدارة الأفراد للشركة الصناعية. وطبعا التنظيم ده بيختلف من منظمة إلى أخرى، منظمة إلى أخرى. مدير إدارة الأفراد عندنا هنا قسم توظيف، قسم الأجور، قسم التدريب، قسم البحوث وتخطيط القوى العاملة، قسم الأمن الصناعي، قسم طبي، قسم علاقات العمل، قسم خدمات للأفراد. طبعا التنظيم ده بيختلف من شركة، ممكن تكون شركة إدارة التدريب مستقلة عن إدارة الأفراد، ممكن الأمن الصناعي تكون مستقلة. وبالتالي بنقول دايما لا يوجد تنظيم أفضل، أو ليس التنظيم ليس هدف ولكنه وسيلة لتحقيق الأهداف، وبيختلف من منظمة إلى أخرى
حسب العوامل المؤثرة السابقة ذكرها. أنواع العلاقات بين إدارة الأفراد والإدارات الأخرى بالمنظمة. أول علاقة علاقة استشارية، تقوم إدارة الأفراد بتقديم النصح والتفسير والمشورة إلى الإدارات المختلفة مثل الإنتاج والشراء والتخزين والتسويق والشؤون المالية إلى آخره في مجالات إدارة الأفراد مثل إجراءات الاختيار والتعيين والنقل والترقية ومعايير الكفاءة والتدريب، وفي معالجة بعض المشكلات مثل الغياب والتأخير ودوران العمل وحوادث وإصابات العمل والشكاوي والجزئات وضعف الإنتاجية. 2- علاقات وظيفية، يكون لمدير إدارة الأفراد سلطة وظيفية في مجال الإشراف على تطبيق سياسات وقواعد الاختيار والتعيين والتدريب والترقية والنقل بمختلف إدارات المنظمة. 3- علاقات خدمية، تقوم إدارة الأفراد بتقديم الخدمات إلى الإدارات الأخرى بالمنظمة مثل الإعلان عن الوظائف الشاغرة وعمل مقابلات وتصميم الاختبارات للمرشحين واختيارهم وإعداد برامج توصيف وتقييم الوظائف وإعداد نماذج تقييم أداء العاملين والاحتفاظ بسجلات وملفات العاملين وإعداد نظام معلومات على الحاسب الآلي.